خالد المعتقل البكر اسماعيل سعد عبد الرزق. يعني احنا بداية بنقول يعني ده طريق الحق، وطريق الحق لابد ان يؤذى، وطريق الحق لابد ان يكون فيه ابتلاءات وايذاءات وعقبات، لابد ان يعني يذوق اهل الحق هذه الابتلاءات وهذه العقبات. امين الشرطة اللي تبلى عليه، واخد بالك امين الشرطة هذا يعني يعني مكروه في مكروه من الناس، واخد يعني مكروه من الناس، وهو يعني جري وراه ومسكه، وهو يعرف ان هو من الحي اللي هو فيه، ولكن هو يعني بيقدم خدمات، يعني مش عارف الخدمات دي على حساب جيرانه وعلى حساب اهله وعلى حساب ناس ابرياء، وعلى حساب ناس ابرياء بيقدم هذه الخدمات على حساب ناس ابرياء. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن معتقد بكر اسماعيل سعد عبد الرزق. انا في سن 13 سنه، في سنه ثانيه اعدادي، وانا كنت واقف ساعه كان بيتاخد، وهو كان الضابط ضربه جامد، هو كان واقف زي ما كل الناس واقفة، وما كانوا بياخدوا أي حد في وشهم، وهو أنا كنت عاملة الضابط سيسي وما رضيش خالص، وجيت هنا عشان ده أظني، وهم راحت لقيناهم مشوا. أنا لو زرته ممكن يعني أتاخد في الاسم في المركز، وممكن يعني هم يعني حاليا دلوقتي يعني هم يعني لا يرقون في مؤمن الا ولزم، فهم يعني بياخذوا كل انسان يعني بينتمي للاسلام باي طريقه، يعني او مظهره اسلامي او اي شيء، واخد بالك، او له انتماء او اي شيء، فهم مش هيتوانوا او مش هيفكروا ان هم يتوانوا ان هم ياخذوا اي انسان خير يعني. لا بقالي شهر من ساعه ما اتاخد ما شفتوش. انا بقول له خليك ثابت وكده، يعني هو ثابت.